آخر سوريا وأبناؤها البررة الحاضرين في القلوب والعقول. فتزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة، أقامت شعبة يبرود لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع جمعية المحبة حفل تكريم ذوي الشهداء في يبرود بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المنطقة وبمشاركة كورال المحبة الذي قدم أمسية ميلادية بعنوان نور من نور على مسرح المركز الثقافي العربي في المدينة. هذه المنطقة التي أيضا ضحت كما ضحى كل جزء من سوريا، لم تبقى عائلة ما تأثرت، وبالتالي فوجودنا مع أهالينا في القلمون واليوم في يبرود وغدا في مناطق أخرى من سوريا لمشاركة الأهالي. الآن هم يحتفلون بالعيد ولكن ابنهم استشهد، من حقهم أن يرفعوا رأسهم لأنهم رفعوا رأس سوريا عاليا. اليوم نعيش هذا الجو المميز في أعياد الميلاد هنا في هذه الفعالية وهذا النشاط تعبيرا من أبناء مدينة يبرود عن الصورة الحقيقية التي تعيشها سوريا والعيش المشترك الذي يعيشه أبناء سوريا، قائلين للعالم أجمع أن سوريا ستنتصر على الإرهاب وعلى داعميه وعلى مموليه مهما كانت مخططاتهم ومهما كانت إمكاناتهم، لأن سوريا تعيش قلبا واحدا شعبا واحدا. إكراما لشهدائهم، إكراما لأبنائهم في هذا العيد، أردنا دمج فرحة العيد بتكريم هؤلاء الشهداء وبعظمة استشهادهم، فكانت فكرة بأن تقام أو يقام تكريم الشهداء ربطا بأعياد الميلاد ورأس السنة، أيضا كرسالة أخوة ومحبة ورسالة وحدة وطنية نعيشها. هذا هو وطننا وهذه هي أو هذا هو بلدنا وهكذا نعيش بشكل دائم. تخلل الحفل إلقاء كلمات وعرض فيلم عن شهداء يبرود، إضافة إلى تكريم عدد من ذوي الشهداء في المدينة الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم. يعني نحن بنتشكر اللي قاموا على التكريم هذا، لأنه يعني الشهداء ما بينحكى عنهم، يعني مفروض التكريم يكون مثل مصاير هلا. ونحن بنتشكر شعبة الحزب اللي قامت بهالدور وجمعية المحبة. هلا بطبيعة الحال الشهداء كمان مثل ما بينحكى عنه، الشهداء أكرم أنبر من في الدنيا وأكرم بني البشر، يعني بطبيعة الحال ما حدا بيحسن ينساهم ولا حدا بيحسن ينكر كل قطر دم نزلت كرمال هالوطن. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بنضل نحن ماشيين على هالدرب، والشهداء والعيد يساوي واحد. الله يرحمكم للشهداء، وهن يضحوا بدمهم وبأرواحهم وكل شيء، يعني كرمال الوطن وكرمال الشعب انه يعيش. الشهداء شو ما قلنا بحقهم، يعني قليل، الشهداء فخر لنا، نحن قدمنا صحيح حزننا عليهم بس يعني نحن فرحنا لما نزلتهم. عام جديد يطل على السوريين مؤكدين فيه ان شهداء سوريا وذويهم كانوا وسيبقون البوصلة في كل عيد وان دماءهم لن تزول سدى.